حفرت فيا مدور كوان دائرة تالا عملة تازة. كنخدم الزربية الورينية بطريقة خاصة الخدمة ديال بني ورين. الزربية الورينية عندها القيمة في داخل المغرب وخارج المغرب. الزربية الورينية كنخدموها بواحد الطريقة خاصة بها، العقدة ديالها بالصفة ديال الزوار بالجودة ديالها بأي حاجة كتتم بالزربية الورينية. كنخدموها بالطريقة هذه، كنقولوا لها بالشلحة تخامي، وكنخدموها بهذه الطريقة هذه باش كتبان، باش كتعرف الزربية الورينية كتعرف بهذا الزواق، كتعرف بهذه الكرويات، وكتعرف بالجودة ديالها، كتعرف بهذا الزواق هذه، هذه العقدة هذه خاصة بالزربية الورينية. كنخدموها الرشمة كنحطوها كنخدموها، لان كانوا شحال هذه الناس ديال بني وراين كيسديو الزربيه وكيخدموها العيالات، كيكونوا العيالات وكيكون معاهم راجل كيجلس من الجهه ديال الزواقه، العيالات كيخدموا كيدخلوا لداخل من الجهه ديال العقده، كيحط لهم الزواقه. هذه هي الطريقه باش كتعرف الزربيه الورينيه. الزربيه الورينيه معروفه في اوروبا، جا واحد الاوروبي جا لبني وراين لقاهم كيصوبوا الزربيه، وجا الليله فاش غادي يحيدوا الزربيه، منين حيدوا داك الزربيه دخلوها للبيت، المهم قادوها ودخلوها للبيت وفرشوها، مشاو جابوا الذبيحه ذبحوا الذبيحه وجمعوا الناس داروا لهم العشاء. منين جا داك الاوروبي قال لهم علاش ديروا هذه الطريقه، علاش كديروا هذه الطريقه هذه، قالوا لهم قالوا له عندنا الزربيه الورينيه ليها قيمه، الليله فاش كنحيدوها كنذبحوا الذبيحه وكنديروا العشاء، كنعرضوا للجيران، كنعرضوا للعائله ديالنا. مشى داك الاوروبي دخلها لاوروبا على هذه الطريقه هذه، كيقول بني وراين كيفاش كيديروا هذا الشيء للزربيه، كيديروا لها الذبيحه وكيكبروا بها وكيعيطوا للناس وكيفرشوها وكيجلسوا عليها. من تما بقات الزربيه الورينيه، دابا سموا عليها الزربيه الورينيه. من تما بقات الزربيه الورينيه عندها قيمه، كيعطيو لها واحد القيمه كبيره لا في اوروبا ولا هنا في داخل المغرب. دابا غادي نقول لك الطريقه ديال الخدمه ديالها. كنكزوها بحال اللغم وكنديوها كنصبنوها وكنشفوها، كنجيبو العيالات كيفسخوها، منين كيفسخوها العيالات كنقرشلوها، المهم كنفسخوها وكنقرشلوها وكندوزوها في المغزل وكنغزلو وكنقرشلوها، كنديرو لها هكا. كنديرو لها هكا هكا، كنجيبو العيالات كيكونوا ثلاثة العيالات كيسديو الزربية، وحدة كتجلس من هنا وحدة من هنا وحدة كتكون كتجري كدوز الجري. منين كنقدو الزربية كيوقفوها وكنديرو لها خيط النير وكنقدوها، المهم كنبقاو نديرو العقدة ونديرو الجراي ونديرو المسائل اللي كيهمو الزربية، وكنبقاو ندقو بالمدرة، كنخدمو بهاد المدرة بطريقة خاصة بها، وكنبقاو ندقو بالمدرة. منين كنساليو الزربية كنحيدوها وكنحيدوها بواحد الطريقة خاصة بها، كنقطعوها بالموس وكنقدوها وكندبحو عليها الذبيحة. هاديك كنسميوها أفرونشطيط، أفرونشطيط الجناح ديال الطير، هادي كنسميوها تغيردم، شنو هي تغيردم؟ العقرب. هادي دابا عندها هاد الأخر وعندها الطريقة هادي، ولكن أنا خدمتها ما خدمتهاش غير الطريقة ديال هاد السمية اللي قلت لك، خدمتها بطريقة أخرى.
هذه عندها الكرويات بحال هذه، هذه عاوتاني الطريقه ديالها خاصه بها، هذه كنقولوا لها الكرويات كيتعقدوا على عقده وحده، هذا كنمشي على كيتعقد على عقده وحده، كندوزو هاد الكرويات وكنقادوهم، وهادي كنقولوا لها ضامة، هادي كنقولوا لها الفرنتين، هادي كنقولوا لها بوعروج بالصحة، هذا كنقولوا له بوعروج، كندوزو كندورو بالسربية كلها، وكنجي هذا كنقولوا له الكرويات، هذا الزواقة هادي كنقولوا له عين الحجرة، هي عين الحجرة، عين الحجرة، وكنقولوا لها بالتمازيغ تيطون سكر، راهو هادي، هادو الطريقة ديالهم خاصة بيهم، هادي عاوتاني كندير لها الكرويات، كنصغر الكرويات على هادو، وهادي كنقولوا لها الزواقه بلديه، كنديرو داك الخيام كنديروهم صغار، ما كيكونوش كبار بحال هادو، هادي خاصه بالخدمه ديالها هكا، هادي كيكونو صغار، كنقولو لهم الخيام الصغار، دابا كنقوليو الخيام الصغار، هاد الزواقه هادي كنقولو لها طريقه ديال الحنش، ولكن ما درناهاش حنا بحال الحنش، درناها بطريقة ملوية هكا، ما درتهاش أنا بطريقة، كنقولو لها زواقة ديال الحنش، دابا حنا بني وراين ما كنرسموش من الكتاب، ولا نرسمو من شي حاجة هكا ديال البلان ولا شي حاجة، دابا هاد الزواقة كنحطوها من دماغنا وكنحطوها من الطبيعة. مشينا لشي طبيعه كنلقاو فيها شي حاجه ديال الزواقه كنهزوها غير في دماغنا وكنرسموها في الزربيه الورينيه، هذه هي الطريقه باش تعرفات الزربيه الورينيه، لان حنا ما كنخدموش بداك الحاجه اللي كتنقل منها، ولا دابا حنا كنخدمو بالطريقه ديال الدماغ ديالنا، الطريقه ديال التقليديه، هذه الزواقه ديال الحنديرات بن وراين، الحنديرة الورينية كنخدموها بالطريقة ديال الزواقة، حتى هادي كنخدموها بالطريقة ديال الطبيعة، هادي كنخدموها كنديرو هاد الكرويات وكنديرو هاد العوينات هادو، كنقولو لهم عين الحجلة حتى هادو، وهادي كنقولو لها بوع الروج، وهادي هادا رمزادة كنقولو لها عين ليبرا، كنخدموها بحال اللي كنخدمو لاخور ديال ليبرا، بحال اللي كنزوقوها بليبرا، وهادي ديال الوشام، كانوا كيديروا بها الوشام الناس شحال، هادي كيوشمو بها في وجههم ويوشمو بها هنايا ويديروها في المهم، هادي ديال الوشام هي، وهادي حتى هادي كيديروها في الوشام، هذا كنقولوا له بوع الروج، حتى هذا كيديروه في الوشام، كانوا العيالات كيديروا شحال هذه هنايا وكيديروه هنايا، كيزوقوا به الطريقة ديال الوشام، هذا كنقولوا له الشكارة، بالشلحة كنقولوا له أعدير، هذا شنو كيعني؟ هذا كان الراجل منين كيمشي كيسرح الغنم كيدير فيه الماكلة كيهزو، كيديه كيهز فيه الماكلة وكيهز فيه الماء وكيهز فيه، كانوا الرجال إلا كانوا مسافرين ماشي لشي بلاصة كيديوه، كيديرو فيه المسائل ديالهم وكيديوه، كيحرفو بيه هكا وكيديوه، كطريقة خاصة ديال بني وراين، هدا ديال بني وراين، كيقولو له أعدل أعدل نايت وراين، هادو كانوا العيالات شحال هادي كيعقدوهم مع الشعر وكيديروهم بواحد الطريقة خاصة بهم، كيلووهم كيديرو لهم بحال هاد الطريقة هادي، كيديرو لهم هكا
كيلووهم على الراس، كيلووهم كيديروا لهم واحد الطريقه هنايا. المراه منين كتكون ماشيه تحضر في شي عرس ولا المهم شي مناسبه كدير هادو. كانت المراه لا ما دارت هادو راه بحال اللي ما دايره والو. هادو وهادو هادو كانوا العيال شحال هادي كيهتموا بهم بزاف. هادو كديروا كيديروا العروسه، والله الراجل منين كيمشي يحضر في شي حفله كيديروا داك الحيدوس، كيديروا هاد الموزون هذا هذا كيديروا بواحد الطريقه، كيديروا الراجل كيديروا من هنا والمراه كديروا على راسها ولا ديروا الشكل بحال هاد الشكل هكا بحال الشكل اللي داير هذا هذا. عاوتاني الطريقه ديالو خاص به، هذا كنحزموا به. كانت المراه منين كتمشي تحضر في شي حفله كتحزم بهذا تكشيطه ولا قفطان ولا قميص ولا، وكتشد هادي هاد الحنديره هادي كديرها فوق كتافها كتلبسها وكتمشي بها كتحضر بها في الحفله. هادي الحصيره ديال بني وراي، هادي كانوا الناس شحال هادي كيصوبوها كيفرشوها في البيوت ديالهم وكيديروا عليهم كيديروا عليه الزربيه الورينيه على هاد الحصيره هادي وكيقدسوا عليها الضياف. ملي كيكونوا عندهم الضياف كيفرشوا هادي وكيفرشوا عليه الزربيه وكيقدسوا عليها الضياف وكيعطيو لها واحد الاهتمام كبير. هادي كتخدم بواحد الطريقه خاصه بها، هادي كنخدموها هكا. هذه هي الطريقة باش كنخدمو هاد الحصيرة هادي، وكنش نشريو السبعة وكنديروها بالوان. كاين اللي كنديروها سامبل مكنديروهاش فيها الوان، كتكون سامبل. كاينة هادي اللي فيها الزواقة. دابا حنا كنخدموها بطريقة كنخدموها بالحلفة، الحلفة خاصة بها كنخدموها وكنقدوها وكنفرشوها في البيوت. كنقدسو عليها بهاد الطريقة هادي، كتجينا الكلاس عليها كتجينا مريح، والكلاس التقليدي كنقدسو على الحصيرة التقليدية وليها قيمة، حتى هي ليها قيمة أحسن من النسيج الأخر. هادي راه عندها قيمة، كنخدموها بواحد الطريقة خاصة بها والطريقة ديالها ما كيخدمها حتى واحد، خاصه بني وراين اللي كيخدموها. هذا السلهم ديال بني وراين، هذا السلهم هذا منين كنديروا هذه الحنديره هذه العروسه كنلبسوا هذا السلهم كنلبسوه للعريس. منين كيجي العريس كيروح للعروسه كيلبس الجلابه وكيلبس هذا السلهم هذا. هذا السلهم هذا كنخدموه بطريقه خاصه ديال بني وراين، كنخدموها بالصوفة الحرة وكنخدموها بالمدرة وكنخدموها على أي طريقة ديال النسيج، كنخدموها من النسيج ديال بني وراي. شو وياك الدوامار نديوان وينما إلا لا تزيدو ويا حنا وياك الريم يا ميمونة واني تروح حنا ميمون حداد اللي يامون بختاري بالسعادة ديست وانا تزيدو ويا حنا لله كنسميولها الزربيه بالوان، ما عندهاش تسميه كنقولو لها الزربيه بالوان. هاديك كنديروها بني وراين كنديروها بالزوار، كنديرو فيها الصفار والتيني والخضر، كنخدموها بالطريقه ديال بني وراين ولكن مدخلين فيها الوان. هادي كنخدموها بالطريقه ديال الكرويات البيض والكحل، هادي الطريقه ديال الكرويات البيض والكحل. كنشكر المدير ديال الغرفه
السي العلوي، وكنشكر رئيس الجهه، وكنشكر جميع الناس اللي شاركوا معنا في هذا، اللي شجعونا باش نشاركوا في هذا المعرض. وكنشكر الناس اللي مشاركين معنا، كنشكر جميع المواطنين اللي مشاركين معنا في هذا المعرض.